بالنسبة للمرأة والمرأة في المجتمع الليبي، أعتقد أن نظام الكوتا فيه تقصير وإجحاف بالنسبة للمرأة، لأن المرأة ما استوفتش حقوقها كاملة في هالموضوع هذا، وخاصة في الوقت الراهن. نحن طبعا على برنامج الانتخابات وقاعدين يعني التحشيد لدفع بالمرأة لتولي المناصب القيادية والريادية في المجتمع. المرأة تحتاج إلى دعم أكبر. يعني لاحظوا أن نحن من أيام المؤتمر الوطني العام كان في إجحاف بسيط في حق المرأة في الكوتا، نظام الكوتا، فكان عدد المقاعد التي أعطيت للمرأة 16 تقريبا. هذه النسبة بسيطة جدا مقارنة بعدد النساء في المجتمع الليبي، والمبادرات والقائمات بنجاحات كثيرة يعني ومتعددة في مجتمعنا. لو أن التعديل اللي طالبت به المرأة طبق فعلا على الأقل يعني 60%، كان من الممكن أن هي توازي أخيها الرجل في المناصب القيادية والسيادية في المجتمع، لأن لها حق في تولي المناصب وتتولاها بجدارة. يعني عدم الثقة أو عدم الإيمان بفاعلية المرأة وكفاءتها وقدرتها على الإنجاز في المجتمع هو سبب اللي ضعف نسبة الكوتا في المقاعد البرلمانية والمقاعد الرئاسية. وبرغم هذا كله نجد المرأة تعمل جاهدة على اعتلاء المناصب القيادية والسيادية في كافة المؤسسات الدولة. خير مثال السيدة نجداء المنقوش والسيدات اللي تولى المناصب السيادية في الوزارات المختلفة في هالوقت الراهن هذا بجدارة وبإمكانيات وكفاءة. لكن القانون والإجحاف اللي وضعه للمرأة في الكوتا هو اللي حاول أنه هو يفقدها القيمة المكانية في المجتمعات أو بين المجتمعات المتطورة. نتمنى النظر في هذا القانون، تعديل القانون. المرأة هي المرأة في كل مكان، بكفاءتها بقدرتها بجدارتها بإمكانياتها ستكون يعني زي ما نقولوا نحن قد المسؤولية في كل منصب تتولاه. وبإذن الله إن شاء الله سنكون قياديات ورائدات في المجتمع الليبي بما أوتانا الله من إمكانية وحب للوطن ورغبة جامحة جدا جدا في تعديل مسار المسارات اللي هي المجتمعية والنهوض بمجتمعنا للأعمار وللتقدم وللخير وللإصلاح. بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة ليست جديدة، فهي قديمة جدا من أيام العهد الملكي. شاركت المرأة وبقوة في الحياة السياسية وفي الانتخابات، وكان لها دور كبير جدا. لكن في العهد القدافي تعرضت المرأة لظلم، حصروها في اللجان الثورية فقط، وكانت المشاركة السياسية بأفكار تتناسب مع تلك الفترة. أما بعد فبراير فكانت مشاركة المرأة فيها ظلم وإجحاف كبير، حصروها في نظام الكوتا، وكانت الكوتا عبارة عن 30% وتم تقليلها الآن إلى 16%، وهذا زي مثل ما نراه ظلم وإجحاف للمرأة الليبية باعتبارها نصف المجتمع. يجب حتى 30%، أنا أرى أنه قليل جدا بالنسبة للمرأة الليبية. نحن نسعى إلى أكثر من 30%، فلماذا يتم إنزالها إلى 16%؟ لن نرضى بهذا القدر، وهو ظلم للمرأة. بالعكس، المرأة توا في البلدان العربية بدأت تأخذ وضعها، ورأينا في تونس في الحكومة الجديدة كيف تولت 9 وزارات، ولأول مرة في تاريخ تونس تولت 9 وزارات في الحكومة التونسية. نحن نتطلع لأن نكون أفضل حتى منهم، خصوصا أن عندنا توا في الوقت الحالي وزيرة خارجية لأول مرة في ليبيا، وطلعنا من حصر المرأة الليبية في وزارات معينة زي وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة السياحة، لأول مرة تصل المرأة إلى وزارة الخارجية. نظام الكوتا هذا نرى فيه ظلم وإجحاف للمرأة الليبية، ويجب إعادة 30% أو أكثر من 30% حتى تستطيع أن تتولى مراكز قيادية وسيادية في الدولة الليبية. طبعاً موضوع الكوتا شغل العالم كله،
انت عارفه ان المراه ما نقدرش نقول يعني نصف المجتمع، بالفعل ان المراه نصف المجتمع، وحاليا يعني اجتازت واجتاحت العديد والعديد من المناصب ومن المجالات يعني الغير عاديه. كان يفترض نحن يعني من يعني لا اخفيك سرا نحن اصبنا بخيبه امل من اعضاء البرلمان وخاصه النساء البرلمانيات في تحجيم المرأة وعدم إنصافها في الكوتا. نحن كنا نطمح إن نحن نكون 50% وليس 30%، ولكن للأسف يريدنا قعدنا حتى على 30%، بل بالعكس نزلنا إلى 16%. وأعتقد إن الشيء هذا فيه إجحاف وإجحاف كثير وكبير جدا على المرأة الليبية. المرأة الليبية أثبتت نفسها في العديد والعديد من المجالات. المرأة الليبية لنا قدوة رائعة وحسنة في فترة وجيزة. السيدة نجلاء المنقوش أثبتت جدارتها وبمهارة في المجال السياسي، في العديد والعديد والعديد من القطاعات يمكن للمرأة أن تثبت فيها نفسها باستثناء المجال الاجتماعي. المرأة لها باع في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في مجال العلوم، في مجال الطب. لماذا لا ندفع بالمرأة؟ لماذا نعطيها فرصتها؟ نعطي المرأة الفرصة المناسبة لتثبت وجودها، نعطيها الحيز اللي أصلاً أعطاه لها العالم والمجتمع اللي هو 30% الكوتا بصفة عامة. فإحنا للأسف لا قعدنا زي العالم ولا قعدنا حتى أقل منه. يعني لو نجو نقيسوها ببعض الدول الأفريقية حنجدوا إن في مستويات عالية جداً في الكوتا، وصلت للثلاثين وأحيانا وصلت حتى الأكثر من الثلاثين. للأسف إحنا 16% بالفعل هو إجحاف، وإجحاف قوي جدا للمرأة. نتمنى من المرأة أن يكون لها دور فاعل، نتمنى من المرأة أن هي تطلع وتوصل صوتها، يعني توصل صوتها من خلال الإعلام، من خلال المجتمعات المدنية، من خلال الندوات، من خلال الدورات التثقيفية، توصل المعلومة إن إحنا قادرين. عطونا بس الفرصة وعطونا المجال، والمجال اللي فعلا نستحقوه نحن كنساء ليبيات، نثبت فيه بالفعل جدارتنا وقدرتنا على ممارسة الحياة السياسية والحياة العملية.